الأخبار من ATV العدالة وفيها: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول، وشروط جديدة لرخص القيادة تتضمن منحها للمقيمين لمدة عام واحد، الجمارك للمواطنين والمقيمين، لا خروج للسبائك الذهبية عبر المنافذ بدون إفصاح جمركي. رسمياً، تأسيس شركة جوجل الكويت وتقدم خدماتها في السوق بدون وكيل محلي. المعاش ما عاش، رسالة الشارع الكويتي عن الراتب. وفي صفحتنا الرياضية: عقب حسم الكويت للقب الدوري، بونياك: نحن الأفضل. ومن العناوين إلى التفاصيل: أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل منه، وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التجارة والصناعة ونائب وزير الخارجية ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ووكيل ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومدير الإدارة المركزية للإحصاء. أصدر وكيل الداخلية الشيخ طلال الخالد الشروط الجديدة لمنح رخص السوق الخاصة والعامة والدراجة الآلية للمواطنين والمقيمين، وتضمنت الشروط أن مدة سريان الرخصة الخاصة للكويتيين والخليجيين 15 سنة والمقيمين ممن لديهم إقامة سنة واحدة، كما تسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني مجلس التعاون 3 سنوات وللمقيمين 1 سنة. أكد الأمين العام لمجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم الدكتور عادل الحسينان أن الجامعة تأتي لإكمال الرسالة التي تقوم بها جامعة الكويت وسد الاحتياجات الآنية والمستقبلية من خلال التخصصات التي تقدمها، وذكر أن عدد المقابلات وصل إلى 391 مقابلة لشغل وظائف إدارية في إدارة القبول والتسجيل وإدارة المرافق والإنشاءات والصيانة للتخصصات الهندسية وإدارة شؤون هيئة التدريس والشؤون المالية إلى جانب إدارة الخدمات العامة والموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وكذلك إدارة الأمن والسلامة والتفتيش والرقابة. وعلى صعيد تسليم المباني، أكد الحسينان أن مرسوم إنشاء جامعة عبدالله السالم يلزم جامعة الكويت تسليم كل المواقع دون موقع الإشدادية إلى عهدة وملكية الجامعة الجديدة. أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف مشعل القريفة الحرص على تطبيق الرزنامة الزراعية قريباً لضبط عمليات الزراعة الموسمية والتنوع في الأصناف واستمراريتها وضمان الحصول على المنتجات بجودة عالية. وقال القريفة على هامش جولة تفقدية قام بها إلى مزارع الوفرة إن وزارة المالية اعتمدت زيادة ميزانية هيئة الزراعة إلى 10 ملايين دينار بدلاً من 8 ملايين، وفور اعتمادها في مجلس الأمة سيتم صرف مستحقات المزارعين كاملة. وأضاف أن من شأن تطبيق الرزنامة الزراعية تحديد كميات الإنتاج المحلي والموازنة بين الإنتاج والاستيراد، بالتالي إيقاف استيراد بعض المنتجات في أوقات ذروة الإنتاج الوطني، ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة. أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قراراً وزارياً بشأن تنظيم مزادات أسواق الأسماك،
ونص القرار على أنه يحظر بدء مزادات أسواق الأسماك قبل اعتماد كافة الجهات التالية: الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة، كل حسب اختصاصه وفق النموذج المرفق. كما يلتزم ممثل وزارة التجارة والصناعة بحفظ نسخة من النموذج موقعا من جميع الأطراف وترسل إلى إدارة الرقابة التجارية. أفادت إدارة جمارك مطار الكويت الدولي أنه يتعين على كل شخص يدخل البلاد أو يغادرها عبر منافذ الكويت المختلفة أن يفصح للسلطات الجمركية عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول تفوق قيمتها 3000 دينار أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني. كما أنه لا خروج للسبائك الذهبية عبر المنافذ بدون إفصاح جمركي، فلا مانع من خروجها طالما يحمل المسافر إفصاحا جمركيا بشأنها. عبر تأسيس شركة الشخص الواحد، وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على إطلاق شركة جوجل للخدمات السحابية برأس مال 600,000 دينار، وانتهت الهيئة من إجراءات تأسيس الشركة المملوكة بالكامل لشركة جوجل أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا Unlimited وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار. وجاء في عقد التأسيس أن مدة عقد الشركة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار مالك رأس مال الشركة، وإذا لم يصدر قرارا بالمد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المذكورة في العقد وبالشروط نفسها. دعت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الفلبيني راشيل أريناس إلى حظر شامل لإرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت. وصفت أريناس وهي نائب عن منطقة بانغا سينان الثالثة بأن ذلك سيكون معاقبة لقرار الحكومة الكويتية الأخير بتعليق إصدار تأشيرات دخول جديدة للفلبينيين، مشددة في تصريحات نقلتها صحيفة مانيلا بولوتين واسعة الانتشار اليوم على أنه يجب تطبيق هذا الحظر الشامل إلى أن يتم الاجتماع مع الحكومة الكويتية وتوافق على مطالب الفلبين وفق قولها، وحتى ذلك الحين يجب عدم التفكير في مطالبهم. تأخر نزول المعاش ولجوء البعض للسلف والدين والسبب نزول المعاش السابق في وقت مبكر من الشهر الماضي قبل عيد الفطر السعيد، ما اضطر البعض للبحث عن حلول لإكمال الفترة حتى نزول المعاش الجديد. فهد الزايد لديه المزيد، نتابع. تسألني عن المعاش كأنك قاعد تشربني سم. يبغى ينزل، نبي نتنفس بنزين، توني معبي بنزين مو معبي فل. والله خبت تلفون وبعته وتسلفت شوية. والله يا ريت يكون في زيادة للمعاش. توحين نزل معاشي مال التقاعد. ما شاء الله. إيه. الحين. أوه ما شفنا من الجمعية. أصعب انتظار حالياً هو انتظار المعاش. أنتم متخيلين آخر مرة نزل معاش متى؟ كنا صايمين. المعاش طول. أي أنت تسألني عن المعاش كأنك قاعد تشربني سم. ليش؟ عانين قاعد تعاني. أي عاني أي هذا أنا معاشي متقاعدة. يا دوبك يعني حق بس الأكل نسد لقمتنا يعني، بس صراحة أنا عايشة بالملحق هني والأبو ما يشتغل. أي. يعني على الله وعلى معاشي. إحنا متسلفين من زمان متسلفين يعني ضيم ضيم إحنا عايشين. يبغى ينزل، نبي نتنفس بنزين، توني معبي بنزين مو معبي فل. متسلف علي ديون. والله الوالي طالبني وايد. أنا بالشهر يعني 200 أصرف وايد على المعاهد، بروجكتات، بنزين، راحات ردات. لا يعني أنا لما ينزل الراتب أنا أشيل جزء منه والباقي هم شوي شوي أعرف يعني شلون أصرف الراتب. يعني ما أوصل نفسي لمرحلة اللي ما عندي ولا دينار ولا فلس. كل واحد وظروفه طبعا، بس في ناس أنا أشوف إنه وايد يعني يصرفون فلوسهم بالهبل على أشياء ما تسوى، مو قاعد يحطون أولوية. يعطيك العافية. عافيك. آخر معاش استلمته متى؟ برمضان. شلون قدرت الحين توفر كذا تشتري؟ حاليا الاغلب قاعد يتسلف. والله خبت تلفون وبعته وتسلفت شويه بصراحه. يعني المعاش حد 20 يوم طول هالمره. 38 يوم
انا بالنسبه لي مو متزوج فاموري الماديه تمام. والله للامانه والله مروا علي عندي من الشباب كذي حالتهم الماديه سيئه جدا. والله نزل المعاش وايد مبكر زائد مصاريف العيد. لا المعاش ماكو طار اكثر من 4-5 مرات سلف. اي والله مو ملحقين كل شيء غالي. ايش تسوي تجهز حق عيد ولا تجهز حق مصاريف العيال ولا العابهم ولا مشترياتهم ولا مشترى البيت؟ لا طبعا هذا حسب اللي هم شلون يمشون يدبرون عمرهم. زين انا مدبر عمري الحمد لله يا رب يعني ودامنا في اخر الشهر 20 دينار خير ونعمه ربي لك الحمد حق ما نسي روحه ورده. اخر شيء الحين عندك اخر 20؟ لا الحمد لله حتى الحين نزل معاشي مال التقاعد. ما شاء الله الحين اوه ما شفنا من الجمعيه. شنو تقول المعاش؟ تخيل ينزل يبغى نبي فلوس 200 بتنفس فيها ماني ماخذ صيفي بقعد بستانس بالفلوس عشان اصرف على المعاهد. معاش معاش المعاش معاش الاسم على مسمى هو اسمه معاش معاش اي نعم اسمه معاش. وينك يا المعاش؟ البعض صار يفتش بالملابس الشتويه يمكن يلاقي خرده، والبعض سلف 5 مرات 6 مرات، والبعض لجأ انه يبيع تليفونه. وينك يا معاش؟ أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم. وأكدت الوزارة على رفض الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب، ومن استمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقر البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية الشقيقة، والتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقر البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها ومعاقبة الجنات مرتكبي هذه الاقتحامات. أكد الصربي بوريس بونياك المدير الفني لنادي الكويت أن فريقه استحق لقب الدور الممتاز كونه يملك أفضل اللاعبين على المستوى الفردي والجماعي بين أندية المسابقة. وعن مستقبله مع فريق الكويت أكد بونياك أن الأمر لا يزال لم يحسم، معربا عن سعادته بصورة كبيرة في الموسم الحالي كونه تمكن من حسم ثالث الألقاب في الموسم الحالي. وتوج الكويت بلقب الدوري الممتاز بفوزه على العربي 2-0 في الجولة 26 من عمر المسابقة وقبل جولتين من الختام. جدير بالذكر أن بونياك حقق لقب البطولة التنشيطية مع القادسية لينتقل إلى الكويت ويحقق لقبي كأس الأمير والدوري الممتاز.